إيران تتصدر المجموعة الرابعة بثلاث نقاط متقدمة بفارق الأهداف على العراق، فيتنام واليمن بدون ولا نقطة. دكتور مبروك، بس بصراحة أنا اليوم غردت وأنتم عم تلعبوا، الفريق كان بالشوط الأول يعني هش دفاعياً، ما في رؤية، ما في يعني أوكي الفوز يجب ما قبله، لكن الفريق إذا بده ينافس ما شبه الفريق ماله. أول شيء هو المدرب سوى شغلتين أنا أشوفها غلط تمام. واحد، أولاً الخطة بطريقة اللعب، يعني إحنا أول مرة الفريق يلعب خمس لاعبين من كم سنة؟ ثلاثة من كم واحد بعمركم ما لعبت ولا لعب أبداً بتاريخ العراق؟ أبد ثلاثة خمسة واحد واحد ما لعبنا بطريقة خمسة لعبوا خمسة، يعني بالضبط لعب خمس مدافعين على أساس اثنين يصعدون تمام. علي عدنان أول شوط، لكن الشوط الأول شو اسمه ولي سالم ولا صعد ولا شيء، لكن بقت الأمور تعبانة إلى أن صار ما كان في تفاهم بين اللاعبين دفاعيا أبداً أبداً معهم ولا مع الحارس ولا لعب كان تماما، يعني ليش أقول لك يعني طريقة اللعب بارحة اللي مع كاتانيتش الوضع تحسن، كان هو متحسن حقيقة غير. طب شو بيجي على باله إنه يغير؟ أعرف شنو يجي على باله. بعدين بعض اللاعبين تغييرات في بعض اللاعبين، يعني كل لاعبين لازم يلعبون بالفريق، يعني مو معقولة ما يلعبون. يعني ثلاث لاعبين غيرهم، بشار نزل وبعدين نزل همام وبعدين نزل علاء مهاوي، غيروا طريقة اللعب بالضبط. بعدين رجع للطريقة العادية اللي هي 4-2-3-2-1، لما رجع عليها يعني تصور لاعب من اللاعبين اللي هو يلعب أحمد ياسين خلف مهند، أنا مش ما أعرف شنو واجهته وشده يلعب ما أعرف، يعني يعني بالضبط ناقصين، ده نلعب ناقصين بالإضافة لأنه خمس مدافعين مفروض اثنين يصعدون، فقط عدنان يصعد من جهة اليسار، اليمين أبدا. إلى أن إجا مهاوي وغير طريقة اللعب، بدأ مهاوي من جهة اليمين وعدنان من علي عدنان من جهة اليسار، الوسط صار أحسن، الهجوم صار أفضل، الكثافة الهجومية صارت أحسن. يعني هو كان غلطان، هو أتصور هم قال أنا هو قال أي قال غلطتي. إيدك على قلبك ولا لسه؟ لا لحد الآن أنا بعد عندي اعتقاد الفريق أنه هو يصعد للدور الثاني واحتمال يصعد للدور الآخر يعني. لكن يبقى بالدور الآخر صعب أصير عليه. بكرم نقول مبروك للمنتخب العراقي، ويمكن الدكتور يعني وفع كل شيء، لكن أنا أستغرب يعني أنه مدرب زي مدرب العراق يلعب مباريات ودية، جاء للرياض ولعب المنتخب بطريقة واحدة، يجي للمباريات الرسمية للبطولة الآسيوية المهمة ويغير طريقة جوز حبي يفاجئ الفريق المنافس. أنا أعتقد والله أعلم أنه المدرب قاري على الأوراق مدرب فيتنام أو المنتخب الفيتنامي بطريقة خاطئة من خطة اللي بدأت فيها. يعني المنتخب العراقي لو ما تدخل، يعني الله أعلم أحد أملى عليه، هو تدارك الموضوع. أحد أملى عليه شنو؟ أحد أملى عليه لا شنو، يمكن أحد من الجهاز الإداري نفسه كان غير الخطة. أنا أقول شوف يا حبيبي، بس صفة مدرب هيك اسمح لا وين أحد أملى عليه؟ طيب خلني أقول لك، لا أنا لما أقول كلمة لازم أفسرها عشان لا تفاخذ من عطفها. دائما الجهاز المساعدين الجهاز الإداري ليش معهم جالسين يصورونه، يقولون له يناقشونه على دكة البدلاء بأنه في غلط، جالس تلعب خمسة قدام فيتنام وتبي تطلع اثنين ولا طلعوا. بعدين بالتذكير البارح أنا قلت هنا أنه المنتخب العراقي رغم تميز عناصره بحاجة إلى لاعبين الخبرة اللي قلته على حسين، قال دائما يقول على، نعم كان المفروض على عبد الزهرة. كويسين الولد مهند كويس وهمام كويس، ما أقول له أبو الخبرة طيب. الخبرة الاكسبيرينس لازم تكون موجودة في الحياة. بعدني على الإنجليزي منتشر اليوم، الله يخليك ما عليش إنجليزي عربي بعد لبي نسأل عنها فرنسي ونقول الحلقة الجاية. اللي ما يفهم عربي أو فرنسي نقول لها بالفرنسي، نقول لك بالعربي لاعبين الخبرة المفروض على اليوم لو كان موجود. أبو كرم خلاص الزلمة بيذيع الأخبار، في مذيع إيه في مذيع إيه في آخر كلمة بقى. آخر كلمة العمود الفقري إيه؟ إذا ما صار الفقرات في أحد يمسكها إيه؟ ما تنفع، تبع على عبد الزهرة ولا ما راح يمشي المنتخب أقول كامل.